صباح الخير يا أول. اليوم هو السبت 10 من شهر تشرين الأول لسنة 2020. درسنا اليوم يا أمي هو كتابة حرف السين على الكراس. كتابة حرف السين على الكراس. سوف نستذكر معا كيفية كتابة هذا الحرف الذي تم شرح طريقة كتابته يوم الخميس على الكتاب المدرسي. أريد منكم يا أول فتح الكراس على صفحة حرف السين، على صفحة حرف السين. وكالعادة يا أمي نبدأ الكتابة من الأسفل إلى الأعلى، ونبدأ بالكتابة كتابة هذه الكلمات ألا وهي ساوى، يساوي، سوس. نبدأها من الأسفل إلى الأعلى مع كتابة كل كلمة لمرة واحدة على كل سطر، ومع الانتباه أثناء الكتابة للحروف التي تجلس على السطر كالساء حرف السين، والحروف الهابطة عن السطر كالواو والألف المقصورة والياء والسين في نهاية الكلمة. بعد ذلك نصعد إلى الأعلى لكتابة أشكال حرف السين ولمرة واحدة على كل سطر. بعد الكتابة ننظر إلى حرف السين في بداية الكلام ونهاية الكلام المفرق من الداخل، وأريد منكم أن تلونوهم بألوان زاهية حلوة جميلة مثلكم، مع الانتباه بعدم الخروج بالتلوين إلى خارج الخط الذي في الكتاب، مع يا أمي المحافظة على نظافة الكراس أثناء الكتاب. وبعد الكتابة على الكراس لديكم الدفاتر اليومية، وقد تم كتابة لكم الحروف والمقاطع والكلمات. أريد منكم بعد كتابة الكراس أيضا الكتابة على الدفاتر اليومية، وشكرا لكم.